الموجة الثانية. مرحبا، هذه المرة أريد أن أتحدث فيها عن الأزمة الاقتصادية التي تعرفونها جميعا في يعني في حياتكم العادية. كل الثورات العربية قامت بالأساس يعني انتفاضة ضد الظلم الاقتصادي، ضد الفقر، ضد التهميش، ضد تفاوت بين الجهات في الوصول إلى الثروات الوطنية. والغريب في الأمر أن هذا الوضع لم يشمل بلدان فقيرة بالمواد البترولية مثل تونس مثلا، وإنما شملت بلدان مثل ليبيا، والآن تشمل بلدا مثل العراق الذي يتوفر على ثروات هائلة وكان بإمكانه أن يكون يعني آية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث واضح أننا نحن العرب عندنا مشكلة أساسية، أولا في استعمال الثروات الطبيعية التي وهبها الله إلينا، الثروات البترولية، ثانيا في خلق الثروات التي يعني تخلقها البلدان الأخرى والتي تبني عليها اقتصادها. ألمانيا تخلق السيارات، أمريكا تخلق الطائرات، اليابان تخلق الروبوات، نحن في بلداننا لا نخلق تقريبا شيئا، يعني لا نخلق أي صناعة، ليس لنا أي دور فاعل في خلق هذه الثروات المادية، إضافة إلى لا نخلق كثيرا أيضا في ميدان الثروات المعنوية مثل الثقافة والعلوم والتكنولوجيا. وهناك أيضا إشكالية ثالثة هي سوء توزيع هذه الثروة الموجودة. إذن ثلاث مشاكل: سوء استعمال الثروات الطبيعية، سوء توزيع الثروات الطبيعية، وعدم وجود يعني قدرة لخلق والإبداع لكي نبدع، لكي نأتي بأشياء نستطيع أن نقايض بها في هذا العالم الذي يتبادل السلع، وعبر هذه السلع يتبادل أيضا النفوذ. كل هذا يعني نتيجة جملة من العوامل، يعني هو هذا ليس وضعا طبيعيا، ولكن أيضا ليس قدرا حتميا، هو نتيجة جملة من العوامل. وأود مرة أخرى على أن أركز على عامل الفساد. خطورة الفساد وأهمية الفساد ليست في كمية الأموال المسروقة، يعني في آخر المطاف شخص أو أشخاص يستطيعون سرقة مليارات، وهم سرقوا فعلا مليارات، لكن هذه المليارات بالقياس إلى يعني بالقياس إلى الثروة الوطنية تبقى دائما يعني ما نقولش قطرة في بحر، ولكن على الأقل لا يمكن أن تؤثر كثيرا في الاقتصاد. وأنا أشبه هذه السرقات يعني مثل نزيف الدم من الجسم، يعني الدم يعني ينزف، عندما ينزف الدم فإن الجسم يعوض، والمجتمع أيضا يستطيع أن يعوض السرقات. الخطر الأساسي في منظومة الفساد، خاصة عندما يضرب في المؤسسة الاقتصادية، وهو يضرب بالأساس في المؤسسة الاقتصادية، لأن الفساد شنو هو؟ يعني هو استرجاع أو سرقة كمية من المواد الاقتصادية من الشعب إلى جيوب الخاصة. الأهمية الكبرى للفساد هو أنه يضرب أهم شيء التي هي قيمة العمل. قيمة العمل يعني تصبح غير معتبرة، بما أنه الرسالة التي تبعثها كل الأطراف وهي أنه تستطيع أن تعمل، لكن إذا أردت أن يعني أن تستغنى فابحث عن حل آخر. يعني العمل لا يعود هو الوسيلة التي ستمكن الإنسان من أن يصبح فعلا غنيا، أنه بالعكس السرقة والاختلاس والتكاسل والانتهازية هي التي ستمكن من الإثراء والإثراء السريع. هذه الرسالة المدمرة هي التي استشرت في تقريبا في كل أجزاء المجتمع، ودمرت أهم شيء تقوم عليه الثروة الاقتصادية وهي العمل. العمل أولا كما ونوعا، عندما تصبح قيمة العمل ليست لها قيمة، وعندما يصبح العمل الرديء هو نوع من الانتقام من الذين يعملون لأنهم يعرفون أنهم لا يصلون بعملهم إلى أي نتيجة، فإن آنذاك كل الآلة الاقتصادية تضرب. الناس لا تفهم أنه يعني التقدم الاقتصادي لليابان أو لكوريا أو للصين ليس مبنيا فقط على وجود المادة
يعني المادة الأولية وليس على التكنولوجيا، وإنما مبني بالأساس على هذه القيمة الأساسية التي هي قيمة العمل وجودة العمل. إحنا في عالمنا العربي والإسلامي الفساد ضرب هذه القوة الرافعة لأي تقدم اقتصادي التي هي يعني جودة العمل وقيمة العمل، وعندما ضربت هذه القيمة كل الاقتصاد انهار. يعني أنت ماذا تستطيع أن تفعل مثلا بصناعة رديئة يصنعها عمال لا يهتمون بالعمل ولا يحبون العمل وينتقمون من أجورهم ومن الاستبداد ومن كذا بتعطيل العمل؟ لا تستطيع أن تبني صناعة مهما حاولت. إذن مرة أخرى، من يتصور أننا سننهض اقتصاديا دون أن نعود إلى هذه القيمة الأساسية التي هي قيمة العمل فهو مخطئ. والدليل على ذلك أن بلد مثل العراق يتوفر على كل إمكانياته، أو بلد مثل ليبيا، لأن الفساد نخر فيه ولأن قيمة العمل اختفت من المجتمع، فهو الآن يعاني من تفقير كبير ورهيب. وبالتالي نحن يجب أن نكون على وعي بأهمية هذه قضية الفساد، وأن الحرب ضد الفساد ليست مسألة أخلاقية، وهي مسألة أخلاقية، لكن المهم ليست هذا، المهم هو أنها إذا لم نعد للعمل القيمة الأساسية فإن لن نستطيع أن نبني شيئا. هناك أيضا مشكلة أخرى يجب أن ننتبه إليها، وهو أنه حتى لو عدنا إلى العمل، وإن شاء الله سنعيد لهذه القيمة وسنرى كيف سنعيد لهذه القيمة قيمتها، فإن هناك أسباب موضوعية أخرى يجب أن ننتبه إليها، وهي الأسواق. نحن يعني أسواق صغيرة، أسواق غير قابلة لأن يعني تكون حافز أساسي لصناعات كبرى. أنه نحن اليوم بحاجة إلى أسواق بعشرات الملايين، حتى لا أقول بمئات الملايين، حتى تستطيع أن تكون هناك صناعة رابحة في كل المجالات. تونس وحدها لا تستطيع أن تقيم صناعة سيارات أو صناعة طيارات. مصر نفسها لا تستطيع أن تقيم لنفسها صناعة طائرات أو صناعة سيارات. خذ أي دولة عربية لا تستطيع أن تقيم لنفسها مثلا إذا أردنا أن يكون هناك اقتصاد خلق الروبوت إلى آخره. يعني نحن بحاجة إلى فضاء عربي يستطيع أن يستوعب هذه السوق، هذه المنتوجات بأوسع ما تكون، هذه السوق بأوسع ما يمكن أن نتحرى. إحنا حساباتنا لما كنا في السلطة أنه غياب الفضاء المغاربي تسكير هذا الفضاء المغاربي يعني يجعل الناتج القومي ينخفض ب 2%. يعني لو كان هناك فضاء مغاربي موحد لصناعات، للصناعة الجزائرية، للصناعة المغربية، للصناعة التونسية، للصناعة الليبية، للأسماك الموريطانية، يعني لكانت نسبة النمو ترتفع ب 2%، يعني لكنا نستطيع أن نحارب البطالة بكيفيتنا. لكن غياب هذه السوق لأسباب سياسية جعل يعني مردود الاقتصاد غير كافي لكي ينمي، يعني لكي يلبي حاجيات المجتمع. بالتالي ضرورة فتح هذه الفضاءات، الفضاء المغاربي للمغاربيين والفضاء العربي للعرب، هو الحل بالنسبة للسنوات والعقود المقبلة، وأنه لن نستطيع أن ننافس هذا العالم المبني على اقتصاد المعرفة، المبني على التنافس الشديد، المبني على أوسع الأسواق الممكنة، وسنبقى دائما وأبدا توابع، وسنبقى نتخبط في الفقر وفي الفاقة، ولن تستطيع أي ثورة مهما كانت، يعني حتى الثورة إذا لم ترتكز على إعادة البناء وإعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة فإنها لن تستطيع أن تلبي حاجيات المجتمع. ترون أن التحديات مرتبطة ببعضها البعض، أنه الأزمة السياسية بما فيها من فساد تغذي الأزمة الاقتصادية، والأزمة الاقتصادية هي نفسها أسبابها أزمة أخلاقية التي سأتعرض إليها في الحلقة وكل هذه الأزمات مترابطة ببعضها البعض، ويجب أن يكون لنا الوعي الكافي بتشابك هذه الأزمات، وبأن حلولها يجب أن تكون حلول جذرية، وأن تكون على أوسع نقاط، وأن تكون حلول استراتيجية، وإلا فإن الترقيع في النظام السياسي، الترقيع في النظام الاقتصادي، الترقيع في النظام التعليمي لن يؤدي أبدا إلى أي نتيجة. وعلى كل حال مثل ما أردد دائما، بارك الله في الأزمات لأنها تعينا بكل تناقضاتنا وبكل مصاعبنا، وهي فرصة لإعادة الخلق، وسننتصر بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموجة الثانية.